مجلس القيادة لدينا توافق على أغلب القرارات بما يخدم المصلحة العامة. المهم أن يكون لدينا شركة اتصالات في المناطق المحررة لا تخضع لسيطرة الحوثي. من المعيب أن نحن نقدم للحوثي دعم مالي من خلال استخدام الشبكات، والأموال هذه تذهب إلى خزينة الحوثي وإلى بدرومات المشرفين وإلى صعده إلى خزينة عبد الملك الحوثي. عيب ولا مش عيب؟ احنا تحركاتنا السياسية والعسكرية والاجتماعية حتى الأسرية كلها مكشوفة للحوثي، ومن خلالها يستطيع ان يبتز خلال تصنته وسيطرته على شبكة الاتصالات. عندما يأتي مستثمر او دولة تستثمر سواء من التحالف او غيره لتقدم لنا شبكة اتصالات، حيابهم ارحبوها لا وسهلا بما يخدمنا ويخدم مشروعنا الوطني في مواجهة الحوثي. لا داعي لأن من أراد أن يستثمر في اليمن في ظل هذا الظروف الصعبة حيابه، مش كل من جاء يستثمر لأجل مصالح معينة نرفضه. نحن نعاني في الجبهات من الاتصالات ولا لا؟ أخوة القاضي يسمعوني، يسمعون الكلام، تحركاتهم مكشوفة، أماكنهم مكشوفة، تجمعاتهم مكشوفة، أي عمل عسكري نريد القيام به بيكون مكشوف للعدو. فنحن بحاجة إلى شركة اتصالات آمنة خارج سيطرة الحوثي.